ستجمع بين تاونشيب والأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة من مباريات البطولة الأفريقية. تفاصيل كتيرة، متابعة فنية بالطبع، الكل حريص يعرف آخر أخبار بعثة فريق النادي الأهلي، الجهاز الفني إزاي يستعد لهذه المباراة، حالة اللاعبين، جاهزية اللاعبين، أهمية هذه المباراة في ظل 3 نقاط هامة جدا بعد الفوز في المباراة السابقة ببرج العرب ب3 أهداف مقابل لا شيء. لذلك عشان نعرف كل هذه التفاصيل نقترب أكثر من صاحب الحدث الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة. كابتن يوسف، أولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي في ليلة المباراة، والكل بالتأكيد محتاج يطمن منك عن حال الفريق في هذه المباراة هامة. أهلا بيك يا محمد. طبعا البداية سعيد أن أكون في بيتي، طبعا تاني بيت قناة النادي الأهلي. أهلا بيك. نتمنى إن شاء الله أن احنا نوفق جدا في الهدف من الرحلة دي. أساسا هو مباراة بكرة إن شاء الله تاونشيب، المباراة اللي هي تعتبر الجولة الرابعة في دوري المجموعات، إن شاء الله ونحصد 3 نقاط عشان نبقى 7 نقاط، ناخد خطوة كبيرة في طريق التأهل إن شاء الله للدور التالي. يعني زي ما أنت طبعا متابع معانا وكل الإخوة طبعا الصحفيين بغطوا الأحداث بتاعت الفريق من خلال البعثة اللي موجودة، يعني قابلنا شوية صعوبات لكن دي متعودين فيها في أفريقيا، حاجة طبيعية طبعا، يمكن ممكن تكون جديدة على اللي سافرش أفريقيا كتير، لكن احنا متعودين بعض الحاجات اللي بيحاولوا انهم يعني يستفزونا او يحاولوا يحطونا في بعض الضغوط، لكن الحمد لله لاعبتنا عندها خبرات كبيرة، حتى الجهاز كله اشتغل قبل كده في أفريقيا، ومستر كارترون كان عنده تجارب في أفريقيا قبل كده وعارف كل هذه المواقف يعني. طيب انا هتكلم عن الموقف الاخير بس مش بتفصيل، ان انت اكيد يعني هذا الملف قفلته بسرعه وحضرته اللعيبه الماتش بكره، لكن لغايه امبارح كان في معامله جيده وكان في لقاء لحضرتك والكابتن سمير عادل مع رئيس نادي تاونشيب، وكان دعوه منه واتكلمتوا مع بعض والدنيا كانت ماشيه بشكل جيد. هل موقف النهارده موقف عارض تصرف شخصي، ولا شفت الموقف ازاي في ظل ان الاتوبيس بعد التمرين فجاه ما كانش موجود مع البعثه في الاستاد الرئيسي؟ يعني هو طبعا يعني قبل ما اخش معاك في التفاصيل عايز طبعا يعني اعزي طبعا ميدو جابر والده، امبارح جالنا الخبر وربنا يعني يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله واولاده وكل اسرته، وان شاء الله ميدو يكون وصل خلال الساعات الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها، يكون وصل ان شاء الله لبيته سالم ان شاء الله. يعني طبعا احنا بالنسبه للحاجات اللي قابلناها، انا كان ليا زياره امبارح مع المهندس سمير عدلي لرئيس النادي على اساس ان احنا يعني كنا عايزين نطمن على رد فعله بالنسبه لاستقبالنا، ده رقم واحد، ان احنا عملنا معاهم كل حاجه كويسه. انت عارف النادي الاهلي دايما بيستقبل الفرق الافريقيه او اي ضيوف ليه بيجوا يلعبوا في بطوله افريقيا او اي بطوله، بيقدم لهم كل سبل الراحة، ومن خلال حتى الانتقالات، الاستضافة، الفنادق اللي بيقعد فيها، كل حاجة بتبقى ميسرة، الملعب التدريب، ملعب المباراة، كل الحاجات. واجهنا شوية حاجات طبعا من بداية ما جينا، مواضيع التأشيرات ما فيش أي حد من النادي كان ليه دور أنه يعني يبقى موجود معنا في المطار، بالإضافة طبعا لسوء حالة الأوتوبيس اللي موفره لنا الملعب برضو كذلك، يعني في شويه حاجات، لكن في النهايه احنا متعودين الكلام ده في افريقيا. كان عندي مقابله امبارح مع رئيس النادي، غير لنا الحمد لله الاوتوبيس، دي نقطه برضو يعني كويسه. في نفس الوقت يعني الملعب برضو كان ليه اجواء غير عاديه، لكن في النهايه احنا متعودين على هذه المواقف في افريقيا وبنتعامل معاها وبنقلب كل الصعوبات دي بنحولها لدوافع بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نوصل لهدفنا. احنا عينينا على الهدف بتاعنا هو 3 نقاط بكره ان شاء الله عشان نقطع خطوه كبيره ان شاء الله في مشوارنا. طيب ارجع بقى للخبر اللي كان حزين، موضوع ميدو جابر، وحضرتك طبعا وجهت له التعازي في وفاه والده، لكن الخبر يعني حصل امبارح هو طبعا انا فوجئت بعد العشاء، فوجئت ببعض اللاعبين يعني او بالاخص السوليه ومؤمن جولي، قالوا له كابتن حصل كذا 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 وجالنا رساله، فطبعا بالفعل على طول اتحركت رحت لميدو في غرفته، الجهاز كله طبعا، ويعني عرفت منه ان هو عايز ينزل على اسرع وقت وكده، وطبعا بسؤال طبعا مستر كارترون، فقال طبعا ده طبيعي جدا ان هو لازم ينزل عشان يعني يتواجد مع اسرته ومع اخواته،
حاجة مش عادية وحاجة مش سهلة. اللعيبة كلها كانت موجودة عنده في الأوضة في خلال دقائق معدودة. في نفس الوقت طبعا بدأنا نتحرك عن طريق كابتن سمير عادلي ونجيب له أسرع حاجة، نحجز له طيران بأسرع وقت إن هو ينزل للقاهرة، على أساس ما كانش مترتب حاجة طبعا. فخلال يمكن ساعات قليلة تاني يوم على طول مشي الصبح بدري الساعة 8، ونتمنى إن شاء الله يكون وصل مصر إن شاء الله. الموقف موقف صعب، والنهاردة حسام عاشور كابتن الفريق اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي، لكن هل يؤثر على استعدادات اللاعبين النواحي الذهنية؟ يمكن النهاردة عاشور اتكلم في نقطة إيجابية، قال إن هذا الموقف دافع إيجابي لينا عشان نكسب، عشان نكلم ميدو جابر ونهديه الروح لوالده، يعني الثلاث نقاط إهداء لروح والد ميدو جابر. مظبوط، هو بالفعل يعني دايما لعيبه النادي الاهلي والاجهزه الفنيه في النادي الاهلي بتقلب كل الصعوبات للدوافع. الموقف ما كانش سهل، خصوصا اللعيبه تلقت هذا الخبر بصعوبه، شعور طبعا هم موجودين وميدو وهو بعيد عن اهله، فدي حاجه طبعا فيها صعوبه شويه. لكن احنا الحمد لله النهارده قدرنا ان احنا نصحهم من الاجواء دي. ان والد ميدو من الناس اللي بيشجعوا النادي الاهلي واهلاوي جدا، وميدو جابر من اللاعبين المميزين سواء سلوكا او على مستوى الفني، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نسعدهم، نسعد ميدو جابر ان شاء الله تبقى نتيجه ايجابيه تعوضه عن بعض حاله الحزن اللي هو فيها.